قريب رمضان راه بان شهر ليلة الليلة هز عينك نشوفه واش كاين. الله راه فينا هو راه الله يدخلك علينا مبارك مسعود وتصومك الإسلام بالخير وبالربح. اللهم آمين يا رب العالمين. من حريرة ولين واش من حريرة هذه راه تخاصمنا عليها قبل لا تدخل. مالك تخاصمنا مع المرأة على الشباب وعلى المغارب وكل شوف أنا كل رمضان ضيعني مالها وعاد قبلها هي كل شيء حميمصات والعدس وتخلي لنا غير الماء. أنا راه تكبل لي في القصر جاي مع الدراري وسير قول على رمضان شوية قول ومع مولاة الدار في قصة رمضان عرفت السلة وخرجها وعند الخضار وصلت قضيت بطاطا واللفتان ما طيشها تهي والقرعة وكل شيء ده وقعت ندور كيف المهبول شريت الجلبانة والفول حمل مرقى مقبول ولكن غالي علي وعاولد اسمع الحم وصاصي بمراسلات كسكس في الخرق ومع الكراف السار اخرج جيبهم لي اخرج يا اخوي اخرج وعاودي ردتني بالحيل ما نحيت مسكين في ساتة مو كاملين بقيت نشوف بعيني يقم سكين مشيت يا الخوت روست مول الحانوت بالطامي فيه الموتى وتحشر كابي يقم الله يسعد عوانك اخوي امول الحانوت احتقني جاه ما صدت لي سلفني والامراه غضبت عني الدريس لا تولي راه جاي راه عبد الرجال يجري وعليا كيبري كندير انا في عمري جاه الاخبار لحقت لي يقم كاي الغوطة أنا كانت قليط وفي الزنقة كان عفطها صباطي تشرق لي يقم أمون الحان وتعتقني جاه بر لدقيق وعطيني جاه ولا تغضب عني جاه لمرات سنة في يقم سنة يلي اللي على رأسك وقال لي هالشي بالزهابة ولا فيه موت فتاف وانا سال القفقف فارة حالتي مش في يقم اعبر للدقيق الفتوق وعلى كتفه الزيتوق جاي فردري طيح توباه كل شي دفق لي يقم اقول باص رجمعتو يا الحبابة كل شي عامر طاب من اللي قربت الباب صدعة طلت علي يقم يا عبد الله وقالت لي راكب طايتي قالت ناشادي تعطلتي والذري اللي صايفة طيات تروى معارج لي يقم الوي وطحنا انا وياها وكل شي دفقنا وديما نغوت معاها في الصباح والعشي يقم قردت لي قامق صغير بدا يترمق يا امي حطي لي يقم نوت الله يقل وجهك عانود اخرج باركة حتى تضرب الزواكة وربك في البراكة قاعدة بيشدك لي يقم قرب انا مريح لقى جدب انا وضع الفشكلي تركبها تفكرت الشباك يقم